بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوني أتأمل معكم تقنيات القفز لدى القطط، ظاهرة حيرت العلماء، دعونا نتأمل. الشيء الذي يحير العلماء أنه كيف تتعلم هذه القطة تقنية القفز وتتفوق على أمهر لاعبي العالم. إن القطة منذ ولادتها تكون مجهزة بالبرامج اللازمة والتي تمكنها من القفز بحرية وبراعة، وهذا الأمر يناقض التطور المزعوم والمصادفة التي ينادي بها بعض الملحدين. فالتطور لا يمكن أن يجعل من القطة لاعبا ماهرا في القفز، ولا يمكن أن تتعلم القطط هذه القفزات الرائعة وهي في بطن أمها. الله تبارك وتعالى قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.